سلام تينا استلن ودينيا تي في تملك أشار ماتش أشاتشن ندم الكويت أشوي بزي سموني تسانية برنامج أشنو بزي برنامج أشلي تلاقي سامونيا حسابو تمرة جو أشن ودنا نتمنى درس بيت ساعاتنو لزاري دوك مونجري كسامون منجست شو برتنيوش نتوغلو كفر رجاتشو سابو تويم جلا سابوش مكاتل عندو يهونوت أطول دتو أيالي لوناتشو مونجري أطول دتو بتلاقي يو يا بوليتيكا مرة كوشلا يراساتون حساب بمستد لهزوم هي بجالي هاي بجميالو تك አሞርቱ በማስመሰት የሚታወቁም የሚጠቀሱ ሰውናቸው እንዲሁም ደግሞ በራሳቸው አቋም የሚጸኑ መሆናቸውም በዚህም ደግሞ በተለያየ ጊዜ ከህዝብም ከመንግስትም እንዲሁም ከፖለቲካ ከራሳቸው አባላቶችም ጭምር የተለያዩ ተቃውሞችንም ደርሶባቸው ያውቃል እሳቸው ግን ብዙውን ጊዜ በራሳቸው መንገድ በመሄድ የሚታወቁ ናቸው እንግዲህ አቶ ልደቱ ያያሉ እንግዲህ ከሰሞኑን ደግሞ መንግስት ይህንን አስመልክቶ ሽብርተኛ ብሎ ከፈረጃቸው በኋላ እንደሚታወቀው በውጪ ነበር የሚገኙት አሁን ግን ይህንን ነገር ለመፋለም ወደ ሀገሬ መለሳለሁ ወይም ወደ ኢትዮጵያ እገባለሁ ማለታቸው ተሰምቷል እሱንም እንደሚከተለው እናስቃኛችኋለን እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛችኋለን يهزبنا يهاجر حلونا كاقل نورونا هيوات بلاينا يهلفو يسلاسا عند امتات يتقل تاريكي بقلس اندم ياسايو اني عشباري نتن عمر الري يمك اوام سوني يجب يهزب عمرونا تدلكي هنا رقال نتياك كاقلتو ابو حالا يتنو يتنو انقوانس شبرتاني نتن ماننا وماينت يتدك تقل يمال دقثنا سارة عبيو تنيا يهونك بولاتيكي ناني بيتنيا وماينت قفيتنا جانا كزي سلاماوي عملكاكاتي مشين بيهون تزان في لالما جنيت لراسي كال كجباهم بيانس هولت أسرت عمتات الفوال ودفيتم كزي تلية أقام عينو رنيم يهوننا بمليون لميك أتأخذ الكيت ناس جت يهج تتأياك إمهون يمي جباو يوقتو يد دكتر أبي منجست يالمنم تجباج مكنيات باش بارينت كسونيال يا أغاريتو منجست ورنتنا شبر منزاتن يا أجزا سلتو وانا مساري أدرجو بميت أجمع بيت يا منجست مجنانيا بزواننا بالا سلطانات يزر شف شفان شمر بيفا يك أسك أسو كهجتة أيك إن توجي هنا بمين وربت نسوهان زي قطن بعد باباي بسلت يا ردونا بكماتو بأسات يا قتلو أرمنيوج يهجتة أيك إسي هنا بالتا يبت أجر ادميلكين يا سلام تبقى هوني يا نور كوتننا لزي هاك عميم كفتن يا واقع كفل كوتنساو بشبر تنين نتمون جلو عجزازو بمن عينت يا مورال كأسوس اندمي جين جلس ما سيا سلا هنا لا جراتن سلام عيد اكمم يالك يا مكرا كرانساو بشبر تنين نتي كسالو بيجن علت ابكم نبر بني امنت اندي هينت يا فترة كسيك الربابين بميك تلوت مكنياتو جنو اندنيا دكتور ابي አገሪቱን በብቃት ለመምራት የሚያስችል ዕውቀት ልምድ ቅንነት የሌላቸውና የብሔራዊ ደህንነታችን ስጋት የሆኑ አምባገነናዊ መሪ በመሆናቸው በስልጣን ላይ ሊቀጥሉ አይገባም የሚል አቋም በይፋ እያራመድኩ በመሆኑ ሁለተኛ የኢትዮጵያ ህዝብ የጎንዮሽ የእርስ በርስ ግጭትን አቁሞ የትግል ሙሉ ትኩረቱን በአምባገነናዊ መንግስት ላይ እንዲያደርግ ግፊት ያደረግኩ በመሆኔ ሶስተኛ በኦሮሞ ህዝብ ስም የሚነግዱ ጥቂት ጽንፈኛ ብሔርተኞች ሲቻል በኢትዮጵያዊ ፍርስራሽ ላይ አገረ ኦሮሚያን ለመመስረት ካልተቻለም የአንድን ብሔር ሁለንተናዊ የበላይነት በአገሪቱ ላይ ለመጫን እየሰሩ መሆናቸውን ለህዝብ በማገላጤ አራተኛ የትግራይና የአማራ ህዝብ ከእርስ በርስ ግጭት እንዲወጡና በመካከላቸው ያለውን ቅራኔ በውይይትና በድርድር በመፍታት ለህልውናቸው መከበር በጋራ እንዲቆሙ የሚያስችል ጥረት እያደረኩ በመሆኔ አምስተኛ የኢትዮጵያ ህዝብ በምን አይነት ሁኔታ ጠንካራ ሰላማዊ ትግል ማካሄድና ራሱንና ሀገሩን ከህልውና አደጋ መታደግ እንደሚችል አቅጣጫ ለማሳየት የመኮርኩ በመሆኔ ስድስተኛ የሽብርተኝነት ክሱን በመፍራትም ወደ አገሬ እንዳልመለስና ሰላማዊ ትግሉን መቀጠል የማልችልበት ሁኔታ እንዲፈጠር በመታሰቡ ሰባተኛ አይነተኛዎቹ ምክንያቶች ከዚህ በላይ የተጠቀስኳቸው ቢሆኑም የወቅቱ የጥቃት ተረኛ የሆነው የአማራ ህዝብ ተወላጅ ሆኜ መገኘቴም በተለየ ሁኔታ የጥቃት ሰለባ እንድሆን ተጨማሪ ምክንያት ሆኗል ብያምናለሁ በአጠቃላይ የወቅቱ አምባገነናዊ መንግስት ፍላጎት ዜጎችን በማስፈራራት
بماسرنا بمجدل مانينغون ماينت يتك اومون كسكاسي سات رج ارغو بمافن يميفلغون علاما باهاي لماس فتسم مچالنو اگزازو يهنن فلاغوتون يماساكت دلن دياغن فتسمو لنفتللت اي قبام ارغتنو ارغتنو انداني لأونتن يا سلامنا ديموكراسي سيل يهيوت زمن واغالا كفلنا بكفتنيا يتعينا شجروست لمي جنيسو بميت ايافو يشبرتنينا درجيت بجفن مفرجنا مفرجنا متاسر مفتارننا عالمن يتعلو يمنور ياهل سميتن بأججو يميقودا هونتنو يهوننا يا دكتور أبي منجست بأهون وقت يقررت أبن عدقا سبعاوينا ديموكراسيوي مفتوتن تمج أفلكم باللفة زيجنتن ماننتن انها عقرن يمياسات انو اندي هاينتن بطاريكاتشن ايتنو بمانو قومتن يقد امنن يوقتون كفتن يادغا زيغوش كمتا سرنا كمتا فنن بلاي يهيوت مسوعتن اتشمرسان كفل يادغاون كبدت باقبابو مسايتم هون ادغاون بقلالو لنك البسو انتشلم سلو هونم اندى دكتر ابي اينت سلطاناتشون كاقرنا كهزب بلاي ادرغو يميايو قبز مريوش لأقرنا لهزب هلو الناس النل ما ناتشون ماينت مسواتنا ثلمكفل زيججو يهون نزيجوش بأقاريتو ما نوراتشنن اندياوكو مدرقنا هزب بجملة عافنانا قدية بزلاك انت مافن اندى ما يتشالم بتاقبار ما سايت يسفل لقال دكتر ابي بغنزب وين بسلطان تكم يمماي قزا ما نمسو يلم بلون دميا منو تسايهون يا اغررنا يا هزبن يهلونا قدي كاقل نروعتشننا ودي واتاتشن بلاي تالاقنا متكيلش عجندا درغن يمناي ايالي زيقوج با اغريتو سلمن وراتشن بتاقبار ما سايت على بنبي يممنا لو كا اغزازو افنا اسرنا قدي يا ششتو بماملت يميمت امفتهي يلم تقلاتشن سلاماوينا هقاوي سكونا درس بقف يتاسرننا ايموتن عقزازو بحايلنا بقافنا لياشنفن اندمايشل تسفالنا سكورت او يقبل بزيمتن واقال مكفل كالكورتن بستكر يا اقرنا يهزب هلونا كاتفات ليدنا يشلمنا يهنن بلقا يلجنة زماني لراسي يقباهوتن يتقلقال كداننا يمتامن اللتن يسلاموينتنا هقاوينت مره مسارت بمارد ودا قري لممالسنا يا دكتر عبيين يفتر عشبارينت كس اندى تلمدو بفتح عدباباي لمقافت والسنياللو سلاهونم بتاسر كوكوتر كاني بلاي سكعين يمتسك عيو بيت زمدوش قوادينيوش يعصاب دقافيوشنا يتقل عقاروش يهنن وسانين يمونينت ياقول جبدينينت ويم يمنقستن يجكاني درجة باقبابو يالمردات بكمت عدرقاتشو اندات تايو بينينا يالتاقة باج انا اندات تفترو بين بزي عقات امي باكبروت اماز انا اللو مياسان زنو من مسلا اندزي هاينت مدارات باقر قده يلي مادرق تككلا دلو مكنياتهم اقر نوريث اندام يوستاناك هي قده هيدو هيدو تككلينيان هادي دوست مقبات كاك آتو يا اقر هلونا قده شكروست لي قوان دمي شن مقن زوال يرس برستورنت من قست يلش النتونيتا ليمت عن دمي شن مقن زوال يهنن نساني بميقابا اسبي باتنا كالبي امن يباتيو السنكو تسلو هنا بمورال لتاقزو نيقابا لنجي لتازنو لنجم هنا لتازنو بين اي قابا ملالو ارقتناو يا اندسو بچانيا فلاج قراجنات بنقسا باتنا فالسلطانات كهقبالي بوهنو باتاقر كهقباتاشونو لمقانيات وديتو بيا مهيدنا وهني بيت مقوات يمونينا توساني تدرقو بيتاي اسدنكم اندي هاينتو الساني ودي واتن اسكاماتات يميرر سوتيت لياسكتل اندامي بمي قبا اقنا الزوالو يا مليون هزب الكيت يمماس دنقطو يوقتو عقزازم لاند زيقا هوات دن تاندماينورو تنققي اوقالو يهوننا ايتيوبيانا يا ايتيوبياز بمنورنا بالمنور يهلونا الدقالي بود دقوبت باهون وقت انداني باتقلو هيدت يهوات زمنو اقالا كفلاب يا بولاتيكاسو كهزبو تلييتونا بفتراكس يونجل تادن
هنو بسدات منور كاموت النت يالان نسنا انك الف يما يستنيا مرار هيوات سلاهونا ودا غري لمهيدنا ماننجا ونمو اغالة مكفل والسنيا لو اندوم يمجن يبت عساس سابيوك عندراتشن تاقاي ليلاتشن غلاقاي يمن هون بتسلال هنا ولاتشنم لغارا هلوون ناتشن مكبر يغارا تقل لمدرق كما تشوم جيزي بلاي ببقات منقات በከፍተኛ ፍጥነት መደራጀትና በቁርጠኝነት የሰላማዊ ትግሉ ቀዳሚ ሰልፈኛ መሆን ይገባል። በመጨረሻም ወደ ሀገሬ ተመልሼ የግፈኛው የዶክተር አቢ አህመድ የአካልና የህሊና እስረኛ ከመሆኔ በፊት በውጭ ሀገር በሚኖርኝ የጥቂት ጊዜ ቆይታ በአገራችን ወቅታዊ ጉዳዮችና የወደፊት እጣ ፈንታ ዙሪያ በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ተከታታይ ቃለ መጠይቆችን ለመስጠት አስቢያለሁ በእነዚህ ቃለ መጠይቆች ወይም የውይይት መድረኮች ላይ አንደኛ አገራችን የምትገኝበት ወቅታዊ ሁኔታ ምን ይመስላል ሁለተኛ የኦሮሞ የአማራና የትግራይ በህይወትነት እንዴት ሊገራና ወደ ጤናማና ገንቢ የትብብር ፖለቲካ ሊሸጋገር ይችላል ሶስተኛ በአሁን ወቅት በተለየ ሁኔታ የጥቃት ኢላማ ተረኛ የተደረገው የአማራ ህዝብ ራሱን ከህልውና አደጋ እንዴት በብቃት መታደግ ይቻላል አራተኛ የአገሪቱን ከህልውና አደጋ ለመታደግ የሚያስችለን ዘላቂ መፍትሄ ምንድነው አምስተኛ ኢትዮጵያውያን ሰላማዊ ትግሉን እንዴት ማጠናከርና ለአሸናፊነት መብቃት እንችላለን በሚሉትና በሌሎች ተዛማጅ ጥያቄዎች ዙሪያ ያለኝን የግል መልከታ ለማሳየት እሞክራለሁ ስለሆነም ተመልሰን እንደምንገናኝ እርግጠኛ መሆን አይቻልምና በመገናኛ ብዙሃኑ በግልጽነትና በድፍረት ለማቅረብ የምሞክራቸውን አስተያየቶች ከመቼውም ጊዜ በላይ በአንክሮ ለመከታተልና ከስሜታዊነት በራቀ መንፈስ ለመረዳት እንድትሞክሩ ልባይ ተማጽኖዬን ከወዲሁ በአክብሮት ለማቅረብ እወዳለሁ መገናኛ ብዙሃንም በእነዚህ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ የውይይት መድረክ በማመቻቸት እንድትተባበሩኝ በዚህ አጋጣሚ እጠይቃለሁ ልደቱ አያሌው ግንቦት 1 ቀን 2015 ከዋሽንግተን ዲሲ ያስተላለፉት መግለጫቸው ነው ውዴኛ ቲቪ ተመልካች አድማጮቻችን እንግዲህ የፖለቲካ ሰው የሆኑት አቶ ልደቱ አያሌው አቋማቸውን በዚህ መልኩ ገልጸዋል እንግዲህ በቅርቡ መተው የሚፈጠረው ነገር ደግሞ አብረን የምናይ ነው የሚሆነው እናላለን ቀጣይ የሚደርሱን መረጃዎችም ወደ እናንተ ማደሳችንን እንቀጥላለን ስለተከታተላችሁና መሰግናለን ሰናይ ቀን ይሁንላችሁ